مستمعين مشاهدينا متابعين الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب تحية وترحيب من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة، لتعلن انطلاقة شوطنا الثالث للزمول المحليات الأصايل. تحضر هذه الشعارات وتحضر هذه الأسماء الكبيرة الحاضرة من أجل الناموس، الحاضرة من أجل الفوز والانتصار الكبير. أبدأ مع البداية، أبدأ مع مبعد مع المركز الأول سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي، من يقدم لنا مبعد مع المركز الأول. المركز الثاني الحضور من شاهين محمد بن حماد بخرائط العامرية، يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات، القدوم من شاهين سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، يقدم لنا شاهين مع المركز الثالث. المركز الرابع الحضور في هذه اللحظات من الشارد سالم بن حمد بن سلطان المنصوري، يقدم لنا الشارد مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور في هذه اللحظات والقدوم من هملول منصور بالذويب العامري، من يقدم لنا شعاره، من يتواجد مع انطلاقة هنا أيضا هملول منصور بن كميد بالذويب العامري، ينطلق مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور في هذه اللحظات، يتقدم الربان سالم بن دويس بن علي الخيلي مع الربان، يحضر بهذا الحضور الكبير ليتقدم وينطلق بهذا الانطلاق. بينما المركز السابع الحضور في هذه اللحظات، يتقدم حفيد سلطان ام سيف بن سلطان بن محمد العرياني، يقدم لنا حفيد. بينما المركز الثامن القدوم مع ثامن المراكز، يتقدم هملول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي. والمركز التاسع الحضور من الأسد سالم بن حمد بن سلطان المنصوري. والمركز العاشر الحضور من شديد، وصل شديد وصل هنا سلطان بن حمد بن سلطان المنصوري، يقدم لنا شديد مع المركز العاشر. النداء الأول انقضى مع هذه الأسماء، انقضى مع هذه الشعارات. نعود إلى من يحتل البداية ويحتل الصدارة هنا، شاهين والسلالة الشاهينية العريقة والأصيلة تتسيد وتنطلق مع أول المراكز. يقدم لنا شاهين محمد بن حماد بوخرايط العامري العامري، يقدم لنا شاهين مع أول المراكز. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات مبعد لسلطان بن حمد بالأصلي الشامسي مع المركز الثاني. المركز الثالث الحضور في هذه اللحظات شاهين سعيد بن بخيت بن ناصر العامري العامري، يقدم الأداء الكبير. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات ملول منصور بن كميد بالذويب العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس الحضور الكبير بان هو القادم سالم بن دويس بن علي الخيلي، يقدم لنا شعاره، يقدم الربان الحاضر بهذا الحضور الكبير. بينما القدوم بينما الوصول، وصل في هذه اللحظات هنا يتقدم
الشارد لهادف من خلفان بالضحاك المنصوري يتقدم مع حضور شعاره أيضا القادم أيضا الواصل الأسد لسالم بن حمد بن سلطان المنصوري والقدوم من هملول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي والحاضر في هذه اللحظات القادم شديد شديد لسلطان بن حمد بن سلطان المنصوري بينما القادم بينما الحاضر مرحبا يا الذهب وصل الذهب ليتقدم خليفة بن سلطان بن رشيد السويد السويدي يقدم لنا الذهب الذهب قادم يبحث عن النقطة الثالثة على التوالي مع شعارك يا بن رشيد أعود إلى البداية أعود إلى الصدارة أعود إلى التحدي إلى الانطلاق الأول إلى التحدي الأول مع هذا الشعار يتقدم مشاهدينا الكرام مبعد 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 ولكن من غير وانطلق في هذه اللحظات شعار بوخرايط شعار بوخرايط العامري مع شاهين ما شاء الله وتبارك الرحمن بوخرايط يعلن الانطلاق من لوحة الكيلومتر الأخير مع شاهين الإنجازات مع شاهين البطولات مع شاهين الإبداع مع شاهين الإمتاع الله 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 يا هذا الإبداع والإمتاع والعصف الأبطان شاهين وسلالة شاهين الغنية عن التعريف يتقدم محمد بن حماد بوخرايط العامري مع أول المراكز يقدم لنا شاهين المركز الثاني الله يا انطلاقة شاهين سعيد بن بخيت بن ناصر العامري ولكن وين الانطلاق الأول مع شاهين التحدي مع شعار محمد بن حماد بوخرايط العامري أبدعت وامتعت في صباح هذا اليوم مع شاهين والعصاف الأبطان العصر العصامنا في بطانه ما شاء الله تبارك الرحمن شاهين الانجازات الله يا شعار وزن الله يا شعار وزن السيوف انطلق بخرايط بانجازاته ببطولاته الى الجبيب والى الهير الى الهير مع ابو خرايط مع الابداع والابتاع مع شاهين والعصاف الابطان بثقة الكبار بوخرايط بوخرايط تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الكبير المركز الثاني وصل شاهين لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري والمركز الثالث حضور هملول سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي المركز الرابع كان حضور الربان مع رابع المراكز سالم بن دويس بن علي الخيلي والمركز الخامس المركز الخامس كان من حاش لمحمد بن سيف بن خليفة بشاوي الاغفلي نعود إلى شاهين ولحظات وصوله بشعار محمد بن حماد بوخرايط العامري التوقيت مشاهدينا الكرام 9 دقائق 26 ثانية ستة أجزاء من الثانية بدون أي أوامر ينتزع ناموس هذا الشوط بكل ثقة المركز الثاني شاهين بشعار سعيد بن بخيت بن ناصر العامري 9 دقائق ثلاث وثلاثين ثانية وجزء واحد من الثانية المركز الثالث كان حضور هملول لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي توقيته ولحظاته وصوله 9 دقائق 37 ثانية 3 أجزاء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين.